مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. هنتكلم النهارده مع حضراتكم عن منظومه النقل الذكي، واللي هتتكلف المرحله الاولى منها ما يزيد عن 2 مليار جنيه، بتضم اكثر من 20 محور. بالتاكيد منظومه النقل الذكي لما نتكلم عنها هنتكلم عن ايه هي هذه المنظومه اللي بتشمل بالتأكيد مش نقل الركاب بس، لكن هتشمل السفن الذكية والطائرات الذكية والقطارات الذكية. كل ده هي دي منظومة النقل الذكي. هنتكلم النهاردة عن مفهوم هذه المنظومة، وهنتكلم كمان عن أهميتها. لو قلنا إنه من أبرز هذه الأهميات هو الحفاظ على روح المواطن المصري، ويعني إيه الكلام ده؟ يعني إنه هذه المنظومة هتقلل الحوادث، وتقريبا التقديرات الاوليه من 22% الى 48% هيبقى في انخفاض في حوادث السيارات في مصر، من بينهم بالتاكيد 22% من الحوادث الحرجه. ايضا كمان مش كده بس، لكن هتوفر كمان المليارات من الجهد ومن الفلوس. لو اتكلمنا عن الفلوس ليه؟ بنتكلم عن توفير الوقود، بنتكلم عن توفير الوقت، وتوفير كمان البضائع اللي هنشوفه في النقل الذكي. بنتكلم كمان عن توفير بنسبة كبيرة جدا في عدد كثير من الوقت. النهاردة بدل ما الحاجة اللي هتتنقل في 10 أيام هتتنقل في 2 يومين بس. وكمان احنا بنتكلم عن المواصلات الذكية، النهاردة هنشوف أوتوبيسات ذكية، هنشوف قطارات ذكية، كل ده هنتعرف عليه والمزيد من خلال لقاءاتنا مع ضيوفي. خليني أرحب بضيوفي الأستاذ الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. شرفنا ونورنا دكتور خالد. أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، وبرحب بالتأكيد بحضرتك المهندس محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا. مشرفنا ونورنا باشمهندس محمد. أهلا بحضرتك، كل الشرف ليا يا فندم. أهلا بحضرتك. دكتور خالد، الكلمة كبيرة قوي منظومة النقل الذكي، عايز أتعرف من حضرتك يعني إيه منظومة النقل الذكي؟ طيب خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن تعريف منظومة النقل الذكي لازم نكون عارفين إن السبب الرئيسي فيها هو زيادة تعداد السكان. زيادة تعداد السكان في أي دولة ده بيؤدي لزيادة الحركة على الطرق أو الحركة في وسائط وأنماط النقل المختلفة. لو خدنا الطريق البري على سبيل المثال، ده بيؤدي زيادة الحركة لزيادة معدل الحوادث وزيادة العوادم اللي طالعة وبتأثر على البيئة، وليها توابع كتير اقتصادية واجتماعية. من هنا جت فكرة النقل الذكي اللي احنا بنعرفه هو استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، سواء كان للطريق، سواء كان للمركبة، سواء كان لمساعدة السائقين، سواء كان للدولة ككل لإدارة المنظومة بشكل سلس، بتساعد على مرونة الحركة وتيسير الحركة زي ما حضرتك تفضلت في البداية، من تقليل معدل الحوادث من خلال تطبيقات تكنولوجية متعددة وليها أبعاد كثيرة ولها أنواع كثيرة. طيب باشمهندس محمد، بالتأكيد سمعنا من دكتور خالد مفهوم النقل الذكي، عايز أعرف من حضرتك أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي في مصر. أولا إحنا أمام ظاهرة عالمية، هي ظاهرة انتقال الناس من الأماكن الريفية إلى المدن، فإحنا بنتكلم تقريبا في 1 مليون شخص يوميا على مستوى العالم بنتقل من مناطق ريفية إلى المدن. متوقع النهاردة بنتكلم على 50% من تعداد سكان العالم عايشين في المدن. الرقم ده مرشح ان هو يبقى 60 و65 و70% في خلال مثلا 20-50، يعني فترة مش كبيرة جدا. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ضغط رهيب جدا على البنية التحتية كلها للمدن، وبالتالي ده لو احنا ما تدخلناش باستخدامات التكنولوجيا هيقلل جودة الحياة، هيبقى عندنا التزاحم، هيبقى عندنا انتقال البضائع والأفراد وانتقال الناس من خلال وسائل المواصلات المختلفة، هيبقى في مشكلة تزيد من تلوث البيئة، مشكلة تزيد من استهلاك الوقود بدون عائد، مشكلة في تضييع الوقت. فكانت كل الدول الحقيقة ومنها مصر بدأت تفكر في تطبيق منظومات النقل الذكي. احنا بنتكلم على صناعة تقريبا 100 مليار دولار النهاردة،
في خلال 5 سنين هتوصل ل 150 مليار دولار، فهي صناعة كبيرة جدا، التكنولوجيا بتلعب فيها دور مهم جدا، والأجمل من كده إن احنا ممكن نعمل هذه التكنولوجيا بإيد شبابنا هنا في مصر. دكتور خالد، في المقدمة قلت إنه تقريبا 2 مليار جنيه دي بداية المرحلة الأولى، ودي تكلفة بداية المرحلة الأولى في المنظومة. إيه المحاور اللي هيطبق فيها المرحلة الأولى لمنظومة النقل الذكي؟ الحقيقة في مصر هنا المرحلة الأولى يعني موجودة في عدة محاور، منها طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، منها طريق القاهرة الإسماعيلية بورسعيد، منها طريق القاهرة السويس، منها طريق القاهرة العين السخنة، منها المحور، محور الإقليمي، الدائري الإقليمي، منها طريق بنها. دول المحاور بنها الحر. دي المحاور اللي ابتدوا بيها كدولة من حيث البنية التحتية اللي بتساعد على أنظمة النقل الذكي، واللي بتتكلف في حدود 2 مليار جنيه. المحاور نفسها ذكية، يعني الطرق نفسها كمان في المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة هتبقى الطرق نفسها ذكية؟ طيب خلينا بس نقول يعني إيه طريق ذكي، ونبسطه بشكل بسيط جدا للسادة المستمعين والسادة المشاهدين. الطريق الذكي معناها ان الطريق كبنية تحتية مش مجرد عبارة عن رصيف موجود من الجانبين ورصيف موجود في النص، وان انا بعمل مثلا حارة للنقل التقيل، او ان انا بحط مثلا بوابات الكترونية. الطريق الذكي بيتوسع بمفهومه باكثر من ذلك، بيكون في مجسات موجودة في الارض وسنسورز حساسات، بحيث ان لو في اي حوادث مثلا موجودة على الطريق تبدأ إن هي تنبه السائقين من خلال إن هي مرتبطة بشاشات إلكترونية موجودة، بحيث السائق وهو ماشي الشاشة الإلكترونية بتقوله في حادث بعد كام كيلو، فبيبدأ إن هو يهدي. في مرحلة لاحقة إن المركبة نفسها هتكون مركبة ذكية. يمكن لاحظنا الشهر اللي فات في أحد الشركات، طبعا بدون ذكر اسمها عشان كنش نعمل ليها إعلان، ابتدت تنزل عربيات ذكية بالفعل في مصر، بحيث ان لو الإشارة أصلا الإشارات والمجسات موجودة وقالت ان في حادثة على الطريق، هي تلقائيا بتبدأ تبطئ السرعة حتى لو السائق مش واخد باله أو إذا كان دايس بنزين. فالطريق الذكي هو عبارة عن منظومة متكاملة من إشارات مرورية، من بوابات إلكترونية، من مجسات وحساسات موجودة على الطريق. في كمان مجسات موجودة لسرعة الرياح، ممكن تكون سرعة الرياح على الطرق السريعة أو ما بين المحافظات بتكون سريعة جدا، تبدأ تدي إشارات للسائق من خلال الإشارات الإلكترونية أو إشارات للمركبة الذكية، بحيث إن هو يبدأ ياخد باله في اتجاه الرياح، سواء إذا كان يركن في مكان معين، سواء كان يهدي من السرعة بتاعته. كل دي بتهدف في الآخر زي ما احنا قلنا في الحديث ان هي بتقلل الى عدد الحوادث والى تقليل حتى العوادم اللي بتؤثر على البيئة. مهندس محمد، احنا قلنا في المقدمة انه مش بس في المنظومة الذكية ومنظومة النقل الذكي ما ينفعش نقول عليها بس على الاوتوبيسات او على السيارات، لكن كمان بنقول على السفن، وكمان بنقول على القطارات، وكمان بنتكلم عن الطائرات. كل ده موجود؟ ده أكيد، إن هي التكنولوجيا أصبحت مكون رئيسي في كل هذه الصناعات. وهرجع تاني للاستخدامات، إن يمكن المشاهد اللي يحب يشوف الاستخدامات، إن التكنولوجيا متعددة كتيرة جدا وموجودة وتطبق. الاستخدامات دي هتديني إيه؟ النهاردة في وجود مثلا مشروع المونوريل للعاصمة الجديدة، ده مربوط مع مترو الأنفاق، مربوط مع شبكة الطرق، مربوط مع شبكة النقل العام. فكرة التزامن، أنا هقدر أحرك المركبة دي علشان أنا هركب النهاردة محطة المترو من التحرير علشان أروح أنزل في عدلي منصور عشان أخد المونوريل. كل الشبكة دي لو ما كانش فيها نوع من أنواع التزامن الدقيق جدا، أولا تفقد قيمتها وتفقد العائد من أنها بتوفر نوع من أنواع الوسائل الآمنة والوسائل المريحة للمواطن العادي، وفي الآخر هذا التزامن يخليني أعلي الإنتاجية. أنا كمواطن النهاردة على أبليكيشن صغيرة موجودة على الموبايل هبقى عارف أن أنا نازل من بيتي ساكن في الدقي، هاخد محطة كذا، محطة مترو عشان أوصل لميدان التحرير، وبعدين هغير هاخد مترو تاني إلى عدلي منصور، ومن عدلي منصور كل ده هبقى شايفه على الموبايل. كل ده أنا عارفه بالدقيقة والثانية، وهبقى عارف أن قدامي بيقول لي القطر ده قدامه 20 ثانية، كمان 20 سنة هيوصل لي، وان انا اول منزل لو غير القطر التاني في اتوبيس هيوصل بعد 3 دقايق، بعد 3 دقايق هيوصل لي. فهي منظومة كاملة حقيقة
وهي دايما التكنولوجيا بتساعد على ايه؟ بتساعد على جودة الحياة، بتساعد على حل المشاكل نتيجة زيادة عدد السكان زي ما الدكتور تفضل وقال، على زيادة الضغط على المدن نتيجة ان الهجرة، ان ظاهرة الهجرة الى المدن. هلاقي مثلا في احدى التطبيقات ان انا هبقى قبل ما اوصل للمكان انا عارف ان انا هركن في المكان دوت، وحجزه عن طريق الموبايل اب، ودفعه كمان دافع الحاجة دي ترتبط بحاجة زي الشمول المالي مثلا. انا مش محتاج ان انا افضل لغايه ما اوصل المكان عشان اركن فيه، لا ده انا عارف ان انا هركن في الباكيه رقم 5 اللي موجوده في الشارع اللي اسمه كذا، والمكان ده محجوز لي لمده 25 دقيقه، وانا دافع ثمن ال 25 دقيقه من خلال استخدامي للموبايل نفس الابلكيشن. تمام. دكتور خالد، المهندس محمد تحدث عن المونوريل، هل نقدر نقول كمان انه القطار الكهربائي السريع اللي هيوصل للعاصمه الاداريه الجديده من أهم منظومة النقل الذكي خلال الفترة القادمة؟ الحقيقة هو يعني هنكون ظالمين لو قلنا أن مشروع بعينه هو بيمثل أو بيعكس النقل الذكي. زي ما تفضل مهندس محمد، المنظومة متكاملة، لأن أنت بتنظم أنماط النقل المختلفة ووسائل النقل المختلفة. القطار الكهربائي لما نيجي نبص عليه كمشروع هو أصلاً متكامل مع المونوريل، المونوريل هو متكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق، مترو الأنفاق هي متكاملة مع شبكة النقل البري. صحيح. لو بصينا النقل البري هو متكامل مع المواني والمطارات البحرية. ربط جميل قوي دكتور. فحضرتك بتتكلم على نقل متعدد الوسائط، سواء كنا بنقول نقل للركاب أو نقل للبضائع. طيب دي بقى سواء بنتكلم عن الركاب، والحقيقة المنظومة دي مش كتير مننا عارفينها، ياريت حضرتك تشرح لنا إزاي الربط ده، انه انا هبتدي اركب المرحله الثالثه من مترو الانفاق هيسلمني للمونوريل، وبعدين المونوريل يسلمني للقطار الكهربائي. لو بصينا على المونوريل 6 اكتوبر، مونوريل 6 اكتوبر هو ماسك من الشيخ زايد لغايه المهندسين لغايه محطه تبادليه، وده احد المعايير اللي تقدر تربط بيها انماط النقل المختلفه. هي محطه بتبدا اللي هي من الخط الثالث للمترو. حضرتك كده انا ربطت 6 اكتوبر بالمهندسين بالخط الثالث، حضرتك ممكن تنزل نهايه الخط الثالث اللي هو في مدينه نصر عند الاستاد، تاخد المونوريل اللي هو للعاصمه الاداريه، وبالتالي انا كده ربطت من اول 6 اكتوبر للعاصمه الاداريه مرورا بالتجمع. حضرتك القطار الكهربائي عامل كروس اللي هو نازل من العاشر للسلام، نازل على بتعليمات مؤخرا على الطريق الدائري، نازل على طريق العين السخنة لغاية المنطقة الرياضية اللي هناك. فهناك محطات تبادلية ربط شبكات النقل المختلفة، وتنظيم هذه الحركة علشان أبقى شايفها كلها، بخطط للرحلة بتاعتي من أول اليوم لغاية ما برجع، كلها من خلال تطبيقات تكنولوجية حديثة. طيب مهندس محمد، كلام دكتور خالد انه المنظومة النقل الذكي مش بس زي ما ذكرتوا حضراتكم انه انا شايف على الموبايل كل حاجة، لا كمان فكرة الربط يا باشمهندس محمد، انه من اكتوبر هيتم تسليمي انا كراكب للمهندسين، وبعدين اروح من المهندسين اوصل لغاية مدينة نصر عند الاستاد، وبعدين من الاستاد اوصل العاصمة الادارية. الربط ده منظومة نقل ذكي طبعا، ده كمان غير الافراد، يمكن الافراد ده شيء واضح. طب تعالى نشوفها على مستوى البضائع كمان. ساعات مش بتسمع ان في نوع من انواع المنتجات عالي سعره قوي نتيجه ان هو مش موجود؟ صحيح. هو عشان هو ان انا مش شايف الخريطه كلها. انا قد يكون هذا المنتج موجود في احدى المحافظات بكثره، وفي نوع من انواع النقص في محافظه ثانيه، فنتيجه ان انا مش شايف الخريطه كلها ومش شايف بعض، فما بقدرش اقول والله انقل الفايد الزياده ده من المحافظه الغربيه مثلا واديها الى الشرقيه. لو انا شايف بقى الكلام دوت، والكلام ده مربوط بالمناطق اللوجستيه اللي الدوله بتعملها النهارده، ولو الكلام دوت انا شايف الحركه كلها عندي على الخريطه بتاعه النقل، هقول والله انا احرك، انا عندي البضاعه دي موجوده بكثره في الغربيه، فين اقرب عربيه نقل موجوده؟ العربيه رقم كذا، هيجي له اشاره اوتوماتيك للسواق، روح انقل البضاعه من الحته من الحته دي وديها الحته. احنا بنتكلم في تكاليف قد يعني او في خفض تكاليف حضرتك فوق ما تتخيل، قد تصل ان كل ما زادت حلقات التداول كل ما زادت التكلفه عليا كمواطن. فانا هنا بقلل هذه التكلفه بهذه المنظومه، احنا بنتكلم على الاقل من 25 الى 30% خفض في
قيمة السلع النهاردة. ده لو احنا نطبق هذا المفهوم بإزالة العدد الكبير جدا من حلقات التداول اللي موجود. دكتور خالد، عايزين نتكلم كمان عن الميناء الذكي. في موانئ ذكية دلوقتي، مش بس طرق ذكية لكن كمان في موانئ ذكية. حالما بنتكلم على منظومة النقل البحري، برضو زي ما حضرتك تفضلت في البداية، كل أنماط النقل ووسائط النقل فيها نقل ذكي. ويمكن أكثر منظومة استغلت الشكل ده بشكل كبير جدا هي النقل البحري على مستوى العالم. طبعا ده لسبب بسيط، لأن لدور النقل البحري في نقل أكثر من 90% من حجم تجارة العالم. ده انعكس على أكثر من 90% من تجارة العالم النقل البحري من حيث الكمية، وتمثل حوالي 86% من حيث القيمة. وبالتالي هنلاقي أن هناك استثمارات كثيرة في منظومة النقل البحري. أصبح الجيل الخامس من النقل من الموانئ البحرية هي تمثل النقل الذكي في النقل البحري. عندنا الموانئ الذكية دي بتتمثل في معدات البضائع اللي بقت ذكية، زي الكرينز والمعدات مناولة البضائع بدون سرعة. للجيل الخامس يا دكتور خالد؟ للجيل الخامس من الموانئ. هناك معدات تداول أصلا ذكية من غير سائقين. إحنا بنحسب معدل تداول الحوي على سبيل المثال بالثانية، من حيث تفرخها من على السفينة حتى توصل لليارد، المكان ساحة التخزين بتاعتها. الكونتينر نفسه على سبيل المثال كنوع من أنواع البضائع بقى سمارت، ممكن ان انا عندي كونتينر اللي بقى كولابس بيتطبق دلوقتي عشان استغل الفراغات اللي موجوده، سواء كان في ساحات التخزين على ظهر المركبه. السفينه نفسها بقت سفينه ذكيه، سواء من خلال الطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده او من خلال بعض انواع الطاقه الاخرى. حتى بقينا نستخدم معدات اطفاء الحرائق على ظهر السفن من غير تدخل بشري، الإصلاح السفن تحت المياه من غير تدخل بشري، من خلال منظومة ذكية ومعدات ذكية. حتى داخل المخازن جوه الموانئ البحرية بقينا بنستخدم الروبرت اللي هي روبرتات الإنسان الآلي في عمليات التخزين وعمليات المناولة وعمليات الشحن وإطفاء الحريق. حتى في المستندات الإلكترونية أصبح دلوقتي بنستخدم الإي سيجنتشر، التوقيع الإلكتروني. المستندات كلها بقت مستندات إلكترونية وليست مستندات ورقية. الكشف على البضائع الموجودة بقى في تكنولوجيا زي الـ RFID مثلا أو الإكس راي. مش محتاج أن أنا أفضي الكونتينر وأخد عينات، أنا ممكن على بعد 2 كيلو أعمل إسكان على الحاوية، أعرف البضائع الموجودة جوه جاية منين، رايحة فين، مين صاحبها، كميتها قد ايه، حمولتها قد ايه، بقالها قد ايه على المركبه، سرعه العربيه نفسها، في كم واحد في التراك في العربيه، كم سائق. كل ده من استخدام تكنولوجيا بقالها عشرات السنوات على فكره، وليست بالشيء الجديد يعني. طيب مهندس محمد، يمكن دكتور خالد تحدث بشكل كبير عن الموانئ وعن يمكن الكونتينرز اللي بتبقى موجوده داخل الموانئ. النهارده اقدر كمان بمنظومه النقل الذكي اشوف ايه اللي جوه الكونتينر، مش لازم افتح الكونتينر وحد يفتش. النهارده بقى اقدر من خلال الاسكان اقدر اشوف واقرا كل حاجه حصلت. ده حقيقي، وزي ما تفضل دكتور خالد، التكنولوجيا مش جديده حقيقه، انما هي تكنولوجيا استخداماتها هي الجديده. استخداماتها جديده. هو نوع توظيف جديد لاستخدام التكنولوجيا، وده بيحصل على طول. فانا زي ما تفضل دكتور خالد، انا مش محتاج ان انا اعرف الطرق التقليديه اللي هي بتستهلك وقت كبير جدا، واستهلاك الوقت ده يعني تكلفه، وتكلفه اللي في الاخر بيدفعها هو المواطن العادي اللي على اللي انا بشتري السلعه في الاخر. وبالتالي احنا لازم نفكر في تضمين هذه التكنولوجيات. ويمكن هاخد كلمه الدكتور خالد على الجيل الخامس، وقد نحتاج الجيل الخامس من الاتصالات ايضا. ان حضرتك متخيل كم المركبات اللي اذا كانت سفن ولا اذا كانت سيارات ولا كانت موبايلات في ايد الناس بتتحرك، ولا تركات ولا اتوبيسات، بتنقل كم رهيب جدا من الديتا من المعلومات في كل ثانيه في كل لحظه. الشبكات الحاليه محتاجه ان هي يتم برضو تطويرها. يمكن كان الدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه حطت في الموازنه السنه دي 10 مليار جنيه لتطوير البنيه المعلوماتيه التكنولوجيه، زائد عملوا سياده الوزيره عملت صندوق ب 30 مليار جنيه للاستثمار برضو في التحول الرقمي، لان هي الكلام بتاع النقل الذكي ده احدى محاور التحول الرقمي الرئيسيه. وكمان غير البنية المعلوماتية بنتكلم على
الاستثمار في العقول والاستثمار في الشباب بتاعنا لتطوير تكنولوجيات. ان احنا لو بنتكلم على حجم صناعة 100 مليار دولار في صناعة النقل الذكي وبتزيد 10% سنويا، لو احنا ما خدناش بالعقول النبهة عندنا، وانا حضرت كثير من المؤتمرات الدولية وخدت كثير من الشباب المصري معانا اللي تفوقوا على 3800 شركة في اكبر المحافل اذا كانت في امريكا او في اوروبا، لو ما قدرناش ناخد جزء من هذا السوق الضخم هيروح هذا السوق الى الدول الاخرى زي الدول اللي بتنمو، خصوصا الدول المتميزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات زي الصين والهند. لا، مصر قادرة انها تاخد جزء كمان مش مجرد من الاستخدام العادي في مجال تكنولوجيا استخدامات تكنولوجيا المعلومات في مجال منظومة النقل الذكي وما يعود عليها من توفير طاقة وتوفير تحسين مناخ البيئي والحاجات دي، لا كمان احنا بنتكلم على عوائد مباشرة من الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ومن تصدير هذه التكنولوجيا الى الخارج، انه حجم السوق بيكبر وبيزيد كبير جدا، واحنا امام مشكلة عالمية، مشكلة انتقال البشر من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية، ودوت عامل ضغط كبير جدا على الحكومات في العالم كله. فاحنا امام فرصة حقيقية مش مجرد ان احنا نستخدم التكنولوجيا عندنا، لا، ان احنا نكون منتجين للتكنولوجيا ونكون مصدرين لهذه التكنولوجيا المتفوقة. وانا عندي بدل الامثلة عشرات الامثلة هسأل حضرتك في ده بالتأكيد، وازاي نقدر نبقى منتجين للتكنولوجيا. بعد ما اسأل حضرتك دكتور خالد، يمكن مخرجنا مخرج احمد معوض بيسأل حضرتك، هو نقدر اربط ما بين منظومة النقل الذكي وما بين التسويق؟ يعني طبعا بص حاجة، التسويق للدولة سواء كان تسويق للسياحة هو من خلال نقل ذكي، تسويق للتجارة هو من خلال نقل ذكي، التسويق للمصدرين والمستوردين هو تسويق للنقل الذكي. النقل الذكي هو أحد المعايير الحاكمة اللي بيبص عليها أي مصدر عايز يصدر منتجاته، أي مستورد عايز يستورد، أي سائح بيجي عندك على فكرة في السياحة. فكل القطاعات حتى السياحة العلاجية، حتى في العلاج، حتى لو بنتكلم على التجارة الداخلية لوزارة التموين، لا توجد أي جهة سواء كنا بنتكلم على علاقات دولية أو حتى منظومة داخلية إلا وبتحتاج النقل بصفة عامة والنقل الذكي بصفة خاصة. ليه؟ لأن النقل الذكي الحقيقة بيحقق أكتر من هدف، بيحقق هدف التغلب على الوقت، التغلب على المسافة، التغلب على التكلفة، زيادة الإنتاجية، زيادة معدل الأمان، تقليل معدلات الحوادث، بيدي إلى رقابة أكثر على فكرة للإدارة، بيدي اطمئنينة على فكرة للعميل من حيث أنه متابع حركة البضائع أو حركته هو حتى لو بيتكلم على نفسه كراكب. فالحقيقة هي ليها أكثر من بعد اقتصادي وأمني وبيئي وبعد تشغيلي وبعد استراتيجي وبعد تسويقي، ليس فقط من ناحية الفنية كمنظومة نقل. مهندس محمد، تطوير منظومة النقل الذكي والتكنولوجيا اللي هتبقى موجودة هتبقى بأيادي خارجية ولا بأيادي ولادنا؟ حضرتك هتجاوبني لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير مكملين مع حضراتكم الحديث عن منظومة النقل الذكي وأهمية هذه المنظومة وتكنولوجيا هذه المنظومة، وده هيكون سؤالنا اللي حضراتكم هنجاوب عليه بعد الفاصل. تكنولوجيا هذه المنظومة هتكون بأيادي ولادنا المصريين ولا هنستورد هذه التكنولوجيا؟ بعد الفاصل. استوديو الشارع هيفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، هنفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، وحلقه خاصه جدا عن منظومه النقل الذكي، اللي الحقيقه خلال الفتره القادمه كلنا هنحس بهذه المنظومه سواء في نقل الركاب او ايضا في نقل البضائع. زي ما قلنا لحضراتكم، زي ما في اتوبيس ذكي، زي ما في سياره ذكيه، في كمان سفينه ذكيه، وفي قطار ذكي، وفي طائره ذكيه. خلينا نرحب بضيوف الدكتور خالد والمهندس محمد عزام. كنت بسأل حضرتك، هل تكنولوجيا منظومة النقل الذكية هنستورد هذه التكنولوجيا ولا
ستكون بأيادي مصرية 100%. ده قرار يا فندم، قرار ان لو بصينا على النماذج العظيمة لشركات التكنولوجيا الكبيرة اللي هي ممكن نقول اسامي كبيرة يعني بس كلنا عارفينها اذا كانت موجودة، اللي بيقوم عليها الاقتصاد الاول في العالم اللي هو الاقتصاد الامريكي او الاقتصاد الثاني في العالم اللي هو الاقتصاد الصيني، هي قائمة على شركات تكنولوجية، وده حضرتك تقدر تشوفها في القيمة السوقية لهذه الشركات، في حجم تعاملاتها في البورصة، في حجم الصادرات التكنولوجية منها. هل الشركات دي ظهرت من الفراغ ولا الدول ادتها الفرصة انها تنمو؟ اكيد. فهو النهاردة ده القرار بقى، هل ان انا ممكن اجيب التكنولوجيا دي بكرة الصبح اروح عامل مناقصة دولية جايب هذه التكنولوجيات مركبها في جميع الاوتوبيسات، مركبها في المونوريل، مركبها في منظومة القطارات، منظومة النقل العام؟ ده قرار سهل جدا ان انا هنزل مناقصة والله تكلفتي 10 قروش، اتفضلوا يا شركات دولية خدوا الكلام، او ان انا اصبر على شركات وابنيها ويخليهم يجربوا فيا ان هو علشان يكتسبوا الخبرات، وعلشان لما يروح هذه الشركة المصرية الناشئة تتحول من شركة من 3 أشخاص إلى 30 فرد إلى 300 إلى 3000 فرد، وتكون قيمتها السوقية النهاردة ولا شيء، وكمان 5 سنين تصل قيمتها إلى $1 مليار ولا 20 ولا 30 مليار دولار زي ما شفنا في تاريخ التكنولوجيا كلها. فإذن هو القرار، هل هقدر أصبر على الناس؟ هل إن أنا هجيب لهم الشركات الأجنبية اخليهم يشتغلوا معاهم عشان ننقل الخبرات، واقول للشركه الاجنبيه ان حضرتك لو عاوزه تشتغلي في مصر هديك هذا المشروع، ان في 50% من الاعمال تاخديها من شركات ناشئه داخل مصر، واخليهم ياخدوا الثقه في نفسهم وخليهم يكبروا وخليهم يكون عندهم المناخ القابل للنمو، علشان بكره اقدر اخد من 150 مليار دولار حجم هذا السوق اخد لي 10 20 30 مليار دولار. اذا هو القرار يا فندم، انما هو ممكن، هو ممكن، وزي ما قلت حضرتك انا عندي بدل التجربه عشرات التجربه، نمتلك عقول نابهه في مجالات التكنولوجيات المتقدمه، نمتلك هي اكثر التكنولوجيات تقدما، ايه مش الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي والبيانات العملاقه، حضرتك عندنا مصريين اما ان هم بينشئوا شركات وبيطلعوا يبيعوا منتجاتهم بره من شباب في العشرينات والثلاثينات، أو مصريين عملوا شركاتهم من فترة مثلا من 4 5 سنين وشركاتهم دي اتباعت لشركات أكبر بمئات الملايين من الدولارات، وأصبحوا هم شخصيا بيشغلوا أعلى المناصب التنفيذية في الشركات العملاقة لشاري شركاتهم. هي دائما وأبدا التكنولوجيا، للأسف التكنولوجيا هي المخلق الحقيقي للثروات على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. دكتور خالد، الأوتوبيسات الذكية احنا عارفينها بيبقى فيها كاميرات، يبقى فيها كروت، لكن السفن الذكية شكلها ازاي؟ الطائرات الذكية شكلها ايه؟ يعني السفن الذكية، كلمة النقل الذكي هتختلف حسب نوع الوسيلة نفسها. لما بنتكلم على السفينة الذكية، السفينة قبل ما بتوصل الميناء بتدي على طول اشارات لاسلكية ان هي هتوصل، الحمولة اللي عليها قد ايه، الطول الكلي للسفينة قد ايه علشان تقدر يتم الحجز ليها على الرصيف، يبدأ المعدات والشاحنين ووكلاء الشحن بالاستعداد لتفريغ السفينة. السفينة نفسها هي السفينة وهي في عرض البحر قبل ما تخش على الميناء طبعا عشان تكسب وقت، ما تبقاش في منطقة المختاص مثلا، منطقة المختاص ان هي تعمل ويتنج تايم، وقت انتظار كبير. هي كمان متصلة بجميع المناطق اللي حواليها او المواني القريبة منها، عشان لا قدر الله في حالة مثلا وجود حوادث او احتياج، هي بالفعل على تواصل عن طريق جميع الشبكات اللاسلكية ومحطات لاسلكية موجودة في اماكن محددة طبعا من المنظمة البحرية الدولية، او بالتعاون من خلال دول او في البحار او المحيطات. نفس الكلام بالنسبة للطائرات والتواصل المستمر على مدار الساعة، من اول ما بتتحرك او يمكن ولسه الطائرة موجودة في مهبط الطائرات لغاية ما بتوصل لمحطة الوصول وهي على تواصل لاسلكي، عدد الركاب الموجودين، ممكن كمان تقدر ان انت تحدد اعمارهم، تحدد جنسياتهم، تقدر كمان تحدد السرعة بتاعتها، ايه اقرب المطارات الموجودة اليها، وبالتالي حتى البضائع لو هي محملة من البضائع، سواء كانت طائرة بضائع او طائرة ركاب وشايلة بضائع، نوعيات البضائع وكمياتها ورايحة فين وايه الديستنيشنز، محطات الوصول اليها ومين اللي مستنيها، كل ده عن طريق ربط متكامل عن طريق التكنولوجيا المعلومات. مهندس محمد، لو بنخاطب ولادنا من الشباب من اللي حضرتك يعني اتكلمت عنهم،
وعايزين نقول لهم انه القادم افضل بالتكنولوجيا، القادم افضل بمنظومة النقل الذكي. ولادنا اللي لسه داخلين الجامعات يشتغلوا على ايه عشان اكيد منظومة النقل الذكي وهذه التكنولوجيا هي القادمة، هي اللي هتبقى جاية خلال العشرين ثلاثين سنة القادمة، ويمكن اكتر من عشرين ثلاثين سنة كمان. عاوز اقول لهم كلمة واحدة حقيقة، اتعلموا ازاي تتعلموا. النهاردة اللي انت بتعرفه في الكلية هو مجرد بداية فقط، هو مجرد سلمة الاولانية اللي انت بتقف عليها، اساس اساسك، انما اللي انت هتعرفه ولما تتخرج هيبقى خلاص التكنولوجيا اختلفت وتغيرت وتطبيقاتها اتغيرت. فانت النهاردة قدرتك ان انت تتعلم باستمرار هي رحلة ولن تتوقف، وان انت دايما تشوف المشكلة كفرصة. احنا دايما بنقول والله ده اشعار زحمة، طيب انا ما فكرتش فيها كفرصة، انما في واحد هيجي يشوفها كفرصة ويجد حل تكنولوجي ويتحول الى ملياردير وشركته تباع ب 200-300 مليون دولار. لازم ابدأ اغير النمط التفكيري الكلاسيكي ان انا اكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. طيب. والحل هو يزيد من الاعمال ومزيد من الدخل ومزيد من الفرص ليا وليا. هاخد من كلام المهندس محمد واسال حضرتك يا دكتور ودكتور خالد باعتبارك عميد لكليه النقل الدولي واللوجستيات، ولادنا من الطلبه، مهندس محمد قال انه اللي الطالب اللي بيدرسه النهارده بعد اربع سنين لما بيتخرج صحيح. يبقى في تكنولوجيا كتيره جدا عدت عليه، بتتعاملوا مع ده وبتبقوا عارفين كده؟ يعني اللي انا بدرسه النهارده هو اكيد بدايه لتكنولوجيا جديده بكره وبعده هتكون موجوده، بنلاحق التكنولوجيا دي ازاي؟ احنا الحقيقه بنلاحقها ككليه، يمكن الكليه الوحيده اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه في مجال النقل، وبنحاول ان احنا يعني نيجي على هذه الثغره من خلال الاستثمار في التعليم. يعني احنا عندنا احدث محاكي موجود مش في جمهوريه مصر العربيه، يمكن احدث محاكي موجود في العالم على احدث نظم النقل البحري الذكيه، من خلال المحاكاة في تصميم المواني البحرية لإدارة العمليات لإدارة التشغيل، بحيث الطالب بيقدر ان هو يتعامل مع تكنولوجيا النقل. ولكن منقول، ارجع لكلام مهندس محمد وكلام حضرتك، ان منقول له دايما لما تيجي تتخرج هيكون كل يوم في جديد، فليس حصولك على الشهادة ده معناه هو النهاية، لكنها هي البداية. لازم تكون مطلع، احنا بنحاول نواكب ده باحدث تكنولوجيا زي ما قلت لحضرتك في العالم كله، لكن ممكن بعد ما اتخرج بفتره قصيره كمان وليست بالفتره الطويله الاقي تكنولوجيا جديده، لازم يتابعها، لازم يبدا ان هو يحصل على دورات فيها. احنا بنحاول من فتره للتانيه كمان بندي دورات للخريجين على اي تكنولوجيا يمكن جدد فيه الموضوع ما حصلش عليه اثناء الدراسه. على فكره ده مش بس للخريجين، ممكن لاي حد متخصص في تخصصات اخرى لكن بيعمل في مجال النقل. مهندس محمد، لو حد من اللي بيتفرج على استوديو الشارع دلوقتي قال هو انا هستفيد ايه من منظومه النقل الذكي؟ دكتور خالد ومهندس محمد قاعدين بيتكلموا عن منظومه النقل الذكي، انا كمواطن هستفيد ايه من هذه المنظومه؟ هوفر لك وقتك، واحد، هحسن لك جوده حياتك، اثنين، هحسن لك البيئه اللي انت عايش فيها، هبطل عد حاجات كتيره جدا، هقلل لك من حوادث الطرق، هوفر لك وسائل امنه للتنقل، هوفر لك وسائل سريعه للحصول على الخدمات اللي انت عايزها، هتصرف اقل، هتصرف اقل، تكلفه الحياه هتبقى اقل، هي منظومه توصل اسرع، توصل اسرع بدون عناء، مش هيبقى عندك عناء. فهي احنا بنتكلم على هو كل يوم هنقدر نعمل عاصمه جديده؟ لا طبعا. صعب جدا. وبالتالي التكنولوجيا هتخش لي على المدن القديمه علشان توصل لي الى نفس جوده الحياه في المدن الذكيه او المدن الجيل الرابع زي العالمين الجديد او العاصمه الاداريه الجديده. هو ده دور التكنولوجيا، التكنولوجيا دائما وابدا هي المحرك لتوفير حياه افضل، لتوفير بيئه افضل، لتوفير السلع بطريقه اكثر سهوله، لتوفير امان، حاجات كتيره جدا. النهارده ابلكيشن البسيط جدا بتاع التنقل عن طريق المحمول اللي احنا كلنا بنستخدمه، هو دوت مش هي احدى وسائل النقل الذكي؟ انا ببقى عارف مكاني. فكره اشتغلنا عليها بكام النهارده هذه الفكره؟ صحيح، 80 مليار دولار. هذه الشركة قيمتها 80 مليار دولار، حلت مشكلة، حلت مشكلة، وفرت عامل أمان، وفرت نوع من أنواع الراحة، سهلت في الوصول، وفي الآخر أنا الخدمة باخدها بدون عناء.
طيب دكتور خالد، هاخد من كلام برضو المهندس محمد واسأل حضرتك، هو ممكن منظومة النقل الذكي تؤدي إلى المزيد من المدن الذكية؟ آه طبعا. لأن منظومة النقل الذكي طالما عملت تيسير في حركة السير وتيسير في حركة المرور وتقليل في الوقت، ده بيدي فرصة ان انت تتوسع في وجود مدن ذكية، يبقى عندك سمارت سيتيز وسمارت تاونز، والمدن الذكية دي كمان تبدأ ان هي تتوسع لمناطق صناعية ذكية، ممكن يكون في عندك سمارت اندستريال زونز، في مصانع ذكية، ده كمان يؤدي ان انت ممكن يكون عندك مدارس ذكية، تؤدي لوجود بيوت ذكية، وده اللي احنا شايفينه حاصل في دول كثيرة أوروبية من عشرات السنوات، ما هوش يعني حاجة جديدة. زي ألمانيا انت عندك بيوت ذكية متحركة على فكرة كمان، وأرخص بكتير جدا للشباب اللي لسه متخرج. عندك مدن ذكية، عندك مدارس ذكية، عندك وسائل نقل ذكية، فالحقيقة هي منظومة متكاملة، فدي بتديك فرص كتيرة جدا، سواء كان استثمار خاص أو استثمار بالنسبة للقطاع العام كرؤية استراتيجية للعشرين ثلاثين أو الخمسين سنة القادمة. منظومة النقل الذكي ممكن تأدي لكل اللي قاله دكتور خالد ده يا باشمهندس محمد، وأكتر كمان يا فندم. إن هي في الآخر كل ما بتزود استهلاك التكنولوجيا كل ما بتبقى اقتصادك قادر على جذب مزيد من الاستثمارات. هو أي مستثمر دولي بيجي إيه؟ هل هو بيشوف إعلان على التلفزيون حلو، ولا بيقرأ التقارير اللي طلع من طبعاً بيوت الخبرة العالمية وبيبعت مستشارين؟ لو هو مستثمر لازم يبص للنقل أول حاجة بيبص عليها، والبديل إيه؟ هل أنت عندك النهاردة مصر، ما العالم كله 190 دولة أو 195 دولة بتتنافس على المستثمرين، هل أنت عندك منظومة زي ما تفضل الدكتور خالد وقال منظومة للنقل الذكي؟ هل عندي مناطق لوجستية ذكية؟ هل عندي إجراءات ذكية؟ هل عندي طريقة للبيع والشراء بدون مشاكل وكلها مميكنة؟ هل الكلام ده بينعكس عليك في التقارير الدولية وبينعكس عليك في المؤشرات الدولية؟ فده معناه إيه؟ مزيد من الاستثمارات، مزيد من الاستثمارات يعني مزيد من فرص العمل، مزيد من فرص العمل، مزيد من الحياة الأفضل لكل الفئات. مش مجرد اللي شغال في التكنولوجي بس هو اللي هيستفيد، جميع الفئات الشعب هتستفيد من هذه المنظومة. دكتور خالد، كل اللي حضرتك ذكرته بيبتدي بمنظومة النقل الذكي، جامعات ذكية، مدن ذكية، منازل ذكية، كل ده بيبتدي بمنظومة النقل الذكي ولا محتاجة حاجات تانية؟ الحقيقة النقل هو اللي بيخلق مجتمعات. بمعنى ان انا لما باجي اعمل طريق، الطريق ده هاجي تاني يوم الاقي حد بيفكر انه يعمل مصنع او يعمل مدينه او يعمل بيت او يعمل بنزينه، لكن عمرك ما هتلاقي يا استاذ محمد حد راح يستثمر، سواء كانت دوله او حكومه او شخص، في مكان ما فيهوش وسيله نقل، سواء كانت بري او بحري او سككي. فالنقل الحقيقه هو بيخلق عليه طلب، وبالتالي الطلب ده هو طلب متراكم. يعني تعال نبص كده على المناطق داخل القاهره الكبرى، هتلاقي المناطق دي لو بصيت لها من 20 30 سنه ما كانش فيها نفس الكثافة السكانية، هتقولي يمكن يكون راجع لزيادة تعداد السكان. الحقيقة هناك مؤشر خطير جدا، هتلاقي هذه المناطق اتخلق فيها مترو أنفاق، اتخلق فيها محطات، وبالتالي أوجد ناس إن هي تكون بالقرب من وسيلة النقل. نفس الكلام، المستشفى عايزة تبقى قريبة من طريق، المصنع عايز يكون قريب من مكان يقدر يصدر أو يستورد أو يجيب المادة الخام بتاعته، المدرسة عايز طريق يكون قريب منه عشان يبقى فيه سهولة للوصول. حتى لو بنتكلم على المستوى الأمني، سواء كنا بنتكلم على معسكرات، بنتكلم على محطات الشرطة، أقسام الشرطة، لو بتتكلم حتى على المصانع الكبرى، المستثمر نفسه كمان بيبدأ يبص، أنا لو هختار الدولة دي أو المدينة دي، المسافة والوقت والتكلفة لأقرب مطار، لأقرب ميناء، طب المستهلك بتاعي فين، أسواقه فين، طب البعد، المسافة والوقت والتكلفة لأقرب سوق موجود. فالنقل الحقيقة هو من أحد العوامل الأساسية والرئيسية الممكن ينشئ ويخلق طلب على حاجات كتيرة جدا موجودة. مهندس محمد، في أفلام الخيال العلمي بنشوف فيها حاجات ما بنشوفهاش، يعني الدرونز هل هنوصل للعيشة دي؟ إن إحنا نبقى عايشين بالشكل ده من التكنولوجيا، سواء في النقل الذكي أو في التكنولوجيا في الحياة، هتبقى الحياة ذكية بعد كده؟ احنا بدأنا نعيش حقيقة. هو النهاردة في أزمة كوفيد 19 أو أزمة تفشي كورونا، يعني مش جائحة كورونا، هي مش الدرونز دي كانت بتنقل المواد الطبية والغذائية للأماكن المنكوبة؟
يعني احنا مش استخدمنا الروبوت او الانسان الالي لمثلا عمليه تنظيف الاماكن او تطهيرها ورشها بالمحاليل للتطهير واستخدمناها في الاماكن الخطره اللي ما يبقاش فيها لو وجود الانسان يبقى موجود فيها. احنا بدانا نستخدم كلام، احنا بنتكلم شركات الشحن اللي احنا بندخل على الانترنت بنشتري منها حاجه، هي بدأت تستخدم الدرونز في نقل الأشياء من مكان لأماكن. هو حضرتك المنصات العملاقة للتجارة الإلكترونية هي اللي بتاخد بالسبعين وثمانين ألف أوردر في الثانية، في الثانية. هل تفتكر مخازنها دي في واحد عامل بياخد الكلام دوت بينقلها من رف إلى رف إلى المكان اللي التعبئة إلى أنه يوصلها في العربية عشان تروح للزبون بتاعها؟ هي منظومة كاملة حقيقة. فاحنا خيال العلم احنا عايشين فيه، مش شايفينه لسه بالصوره الكبيره بتاعت الافلام، بس هي قادمه يا استاذ محمد حقيقه. تمام دكتور خالد. القطارات الذكيه، ودي يعني شيء مهم جدا، هنشوف قطارات ذكيه وهيقل العامل البشري فيها بشكل كبير؟ الحقيقه لما بنتكلم على القطارات الذكيه احنا عندنا احد اشكال هذه القطارات، لان احنا لما بنتكلم على منظومه النقل الذكي يا استاذ محمد في عندنا ما يسمى بالادفانسد ترافيك مانجمنت سيستم اللي هو نظام اداره المرور، في عندنا سيستم تاني اللي هو الادفانسد فيكل كنترول سيستم اللي هو نظام التحكم في المركبه. جميع القطارات فيها كنترول سيستم، لما يحصل لا قدر الله مثلا نوع من انواع اللي قد تؤدي الى حوادث بيبدا التحكم الالي في القطار. عندك نفس الكلام موجوده في القطارات، مش مجرد في التحكم، حتى في السرعات لو بتتكلم، حتى في لو في مانوفرنج اللي هو بنسميه يعني لو في مثلا تبادليه في محطات تبادليه ما بين القطارات، القطارات نفسها مع المنظومه الاشارات الموجوده الكترونيا سواء من حيث التهدئه، من حيث التوقف، من حيث السرعه، اتجاه الرياح، من حيث الامطار، ممكن يكون في مشكله على الكروس في تقاطعات موجوده في الطريق، فحتى منظومه الاشارات على خطوط السكه الحديد اصبحت اشارات ذكيه. وبالتالي هو لا يوجد قطار موجود دلوقتي إلا في منظومة من الخمس منظومات اللي موجودة. في منظومة حديثة جدا اللي هي بنسميها الـ Advanced Traveler Information System اللي هو منظومة معلومات الراكب نفسه أو المتنقل اللي هو الترافيلر نفسه، وبالتالي عنده منظومة ذكية بيقدر يتحكم من خلال موبايل أبليكيشن على الموبايل، مش مجرد ان هو بيحجز في القطار الكتروني. يمكن دي موجوده في مصر يمكن من سنوات، ان من خلال الويب سايت حضرتك مش محتاج تروح المحطه او تحجز وبتوريها من على الموبايل بتاعك من الكود، لا كمان انت ممكن تستخدم الواي فاي اللي موجود، ممكن تعرف السرعه، ممكن تكون تعرف الرحله اللي موجوده، ممكن كمان يجي لك مسج لو انت حاجز للمحطه الفلانيه تجي لك على الموبايل انه فاضل لك محطتين او ثلاثه، او ممكن يحصل اوتوماتيك كول من خلال صوت الكتروني موجود في داخل القطار على الاسم او على رقم الهاتف اللي انت سجلت منه ان انت اصبح المحطه اللي جايه قريبه عليك الاستعداد، او انك تشوف الشنط بتاعتك موجوده فين. فاصبحت منظومه هي بالفعل يمكن مطبقه وان كانت بشكل جزئي عندنا في مصر، ومطبقه بشكل كامل في دول كثيره جدا في دول العالم. يعني لو هاخد من حضراتكم كلمات اخيره مهندس محمد، تقول ايه عن منظومه النقل الذكي في مصر؟ هي منظومه متكامله محتاجه شغل، محتاجه ان احنا نبني الخبرات التكنولوجيه، ان هي منظومه قائمه على التكنولوجيا قولا واحدا، محتاج ان احنا نبني هذه الخبرات التكنولوجيه بايد شبابنا هنا، نصبر عليهم عشان نشوف شركات ملياريه نفتخر بيها وقدام العالم، وعلشان نبقى قادرين على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع ولجميع القطاعات التكنولوجيه بصفه عامه. دكتور خالد، نقول ايه عن منظومه النقل الذكي؟ منظومه النقل الذكي انا اقول كلمتين مش كلمه واحده. كلمة الحية بوجهها للإعلام، على الإعلام أن يغير من ثقافة من يستخدم منظومة النقل من خلال مش مجرد إعلانات موجودة في المحطات أو أن أنت ممكن تحجز ده من على الموبايل. للحقيقة هناك ثقافة التعارف من الغير، يعني حد بيقول لحد، لا يكون هناك برامج توعية لمدة دقائق عشان ما تبقاش فيها ملل، ولو نستخدم فيها الانفوجرافيكس حتى تبقى في شاشات اللي موجودة في محطات المترو، موجودة في شاشات الأوتوبيسات، موجودة حتى في التلفزيون، ويتم تبنيها من قبل الدولة لتغيير الثقافة نفسها. الكلمة الثانية هي للقائمين على منظومة النقل، على الدولة أن تقوم بعملية تسويق
لأن منظومة النقل محتاجة تسويق ليس داخليا لكن تسويق خارجي، لأن لها مردود على السياحة، لها مردود على التجارة، لها مردود على الاقتصاد القومي، لها مردود على الشاحنين، على الناقلين. قد تكون أحد العوامل اللي ممكن تساعد في تعزيز العلاقات على فكرة الدولية والتجارية والاقتصادية، سواء على مستوى القارة، سواء على المستوى الإقليمي، سواء على المستوى الدولي. أستاذ دكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا ليك. شكرا ليك. وبالتأكيد الشكر موصول لحضرتك المهندس محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم، كل الشرف ليا. شرفتنا باشمهندس محمد. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا عن منظومة النقل الذكي، اللي أهم ما فيها كلام ضيوفي دكتور خالد والمهندس محمد هو إنه هذه المنظومة هتوفر لكم الوقت، هتوفر لكم الجهد، هتوفر لكم الفلوس، هتقلل من حوادث الطرق، وكمان هتسهل من حياتنا من خلال النقل ووسائل النقل المختلفة. شرفتونا ونورتونا، وبالتأكيد حلقة مختلفة جدا وضيوف مختلفين، واستمتعنا وعرفنا قد ايه الجهود المبذولة من قبل الدولة في منظومة النقل الذكي. استوديو الشارع هيفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.